في بقى حاجة قلقاني، أنا مش فاكر إذا كنت أنا خدت أسترازينيكا ولا لأ. أنا بكلمكم بجد يعني. ليه بقى؟ لأنه كان كل ما ينزل لقاح وينزل بيان بأن إحنا لازم ناخد الجرعة المنشطة أروح أخد على طول الجرعة أيام الكورونا يعني أسترازينيكا. طيب أنا خدت حاجات كتير، إيه هما؟ ما بقتش فاكر دلوقتي أسترازينيكا منهم ولا لأ، بس أنا فاكر أنا خدت اللقاح الصيني صح؟ آه، وخدت جونسونز، وخدت حاجتين كمان، هل كان ما بينهم والله العظيم انا قلقان. ليه بقى؟ استرازينيكا اعترفت بانه لقاحها بيتسبب في اعراض خطيره. السؤال بقى، وايه هي هذه الاعراض الخطيره؟ وما هي خطوره هذا اللقاح؟ اني قلق وقد يهدئ من روعي. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أهلا وسهلا يا دكتور. مساء الخير أستاذ يوسف، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي حواسيبك. مساء الفل. عايزين نطمن، إيه مدى خطورة اللقاح بتاع أسترازينيكا بعد اعترافهم بأنه هذا اللقاح قد يسبب أو أنه يسبب أعراض خطيرة؟ قبل ما أتكلم عن لقاح أسترازينيكا على وجه التحديد، أذكر لحضرتك ما ذكرته الميه كلينيك عن احد العقارات الاخرى. ماي كلينيك او الميه كلينيك بتقول انه على الرغم من ان تداول هذا العقار بشكل يومي يفيد في منع الجلطات، الا ان تناوله قد ينتج عنه ضرر جانبي، وهو حدوث اضرار جانبيه مثل النزيف في المخ. العقار ده هو الاسبرين. اوكي. وبالتالي فانه اي عقار ايا كان هو ايه له اضرار جانبيه. لكن دائما ما تقاس الفوائد مقارنه بالاضرار الجانبيه. فاذا كانت الفوائد اكبر بكثير من الاضرار الجانبيه فإن الهيئات الصحية العالمية توصي بتناول العقار على الرغم من وجود أضرار جانبية. ماشي. طيب بالنسبة بقى لعقار أسترازينيكا على وجه التحديد، احتمالية حدوث الجلطات في بعد تناول لقاح أسترازينيكا هي لا تتجاوز الثلاث حالات كل مليون حالة. ماشي. طيب احتمالية حدوث الجلطات بعد الإصابة بالكوفيد قد إيه؟ هي 10 مرات أكثر من احتمالية حدوث الجلطات بعد تناول الفاكسين. يعني 30 في المليون. يعني بالتالي يبقى الفيروس نفسه أخطر بكثير في التسبب في الجلطات والوفاة من التطعيم نفسه، وعشان كده مفيش أي جهة صحية أو مؤسسة صحية عالمية، لا منظمة الصحة العالمية ولا هيئه الدواء الاوروبيه اوثق بمنع استخدام العقار. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه المعلومه بانه في جلطات دي معلنه من الشركه ومن الهيئات العالميه من سنه 2021. مش جديد يعني. مفيش حاجه جديده. طيب خلينا نقول برضو حاجه مهمه جدا لكل المصريين، انه النهارده احتماليه حدوث الجلطه بعد تناول الفاكسين في مده قد ايه؟ ايوه اقصاها شهرين. شهرين. يبقى اللي خد العقار في 2021 2022 احنا النهارده في 2024. ايوه. مفيش اي دليل علميه او اي دليل علمي بيقول انه بعد سنتين من تناول العقار ممكن يحدث لنا جلطات بسبب العقار. ده كلام الحقيقه في منتهى البعد عن الدليل العلمي الصحيح. طب كده طمنتنا يا دكتور، بس هنا برضو يا دكتور معلش انا اسف، ليه أسترازينيكا دلوقتي طلع التصريح ده؟ لا هي دلوقتي هي طلعت التصريح ده من 2021 لما كانت بتقدم للحصول على الموافقه باستخدام العقار او باستخدام اللقاح، لكن النهارده هي دي دعوه قضائيه فهي بتقرر ما قررته سابقا في 2021، وبتقول احنا حذرنا وده كان معلن ومعروف. بالظبط كده، وان ده هي حاله نادره جدا، لكن الفوائد
الناتجة عن استخدام العقار هي أكبر بكثير من أي أضرار جانبية، وده موجود في كل الأدوية الحقيقة. يعني زي ما قلت حضرتك، زي الأسبرين وهو دواء شائع ويكثر استخدامه، محدش امتنع عن استخدام الأسبرين لأنه في احتمالية ضئيلة لأنه يحدث نوع من أنواع النزيف في المخ. صحيح. طب الحمد لله والشكر لك دكتور، اشكرك جدا 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 يا دكتور حسام، تعبير حضرتك ونزعجك كما جرت العاده، بس بنبقى مبسوطين لما نسمع صوتك. كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه.